الان يوحدون الصفوف لحرب الفاغنر. طيب. يستعدون لحرب الفاغنر، يحضرون التدريبات لاجل الفاغنر، يحضرون قاعده العتيقه لاجل الفاغنر، يحضرون قاعده الوتي عن طريق شركه سادات اللي هي زي الفاغنر وزي الكوتر من اجل حرب الفاغنر. ليس هناك شيء بين عيون الامريكان والانجليز حرب الفاغنر. طيب خلوني بقى الفاغنر الامريكان والانجليز هي ما تنسود، راحوا الفاغنر ليبيا حيولعوها في بطونهم. طيب. ولهذا اناشد المشير خليفه حفتر واناشد القوى المسلحه الليبيه العسكريه ميليشيات غير ميليشيات انهم هم يطلبوا ان يديروا حوار استراتيجي مع الولايات المتحده في حال قرروا ان يورطوا بلادهم في حرب الفاغنر. راوا هذه الحرب ناهيك على انها حرب كارثيه جدا على الليبيين. تعرفوا يوم ما تبدا الحرب ثاني يوم الدولار حيساوي 5 براويط من العمله الليبيه كل ورقه من فئه ال50 دينار. اوف. وسوف نرى ايام سوداء وسوف نجرجر. طيب. برمتنا الى مديونيه دوليه سوف نعاني.